هذا كيف من الرجل والله اي والله حس فيه والله حس فيه شو اللي حس فيه انا وياه هلا والله سفاحين زمان عنكم. انا حاليا بالست اب اللي عملته اللي بصور فيه للقناه التسليكيه اليوم كان عندي الخيار بين اعمل مقلب واعمل تحدي اكبر حبه هيرشيز بالعالم، بس قلت بما انه صار لي فتره مش منزل قلت لازم انزل فيديو بومباستيك. ناتشي الكوك سفاح جدا. بدي اتشكركم شباب على الدعم، الدعم على القناه رجع مخيف زي قبل، وهلا بدي اروح اخذ حموده ونروح نزور محمد مروان. مقلب ايش؟ مقلب الاختفاء. هي يا زلمه بلاش تزعل. لا ما بزعل. والله ما بزعل. بحكي اختفاء. بس طب ما هو مقلب حموده يعني ما رح نضربه. ما اختلفناش. رح نفكر في الموضوع. يا ناجي بلاش. رح نفكر في الموضوع. شباب اسمع. بس انا ماليش دخل. بمشي معك. بمشي معك. لو سمحت ما تخرب علي حموده. يا جماعه اللي ما بيعرف مقلب الاختفاء هذا سووه كثير. خليني اورجيكم زي ايش. 1 2 3 زي ما انتم شايفين هذا هو مقلب الاختفاء واليوم بدنا نجربه على محمد مروان وبدنا نشوف ايش ردة فعله. محمد مروان من النوع اللي ما بتابع يوتيوب ومش واصليته هاي الاشياء. حتى قناتي ما بتابعها. طبعا احنا جايبين معنا الشرشف وراح نصور صوره للكرسي بدون ما هو يكون داري. بتمنى انه المقلب يزبط. اذا المقلب زبط طبعا راح تشوفوا هذا الفيديو، اذا المقلب ما زبط عمركم ما راح تشوفوا هذا الفيديو. فاذا انت عم بتشوف هذا الفيديو اعطينا احلى لايك. تمام، بتحب تضيف شيء حموده؟ والله ما انا بدي امشي معك وضلني ساكت ولانه حرام الزلمه هذا. والله خلينا نفلمه، شو مالك انت؟ والله انا خايف عليه. المهم حمودي بعطيك ردة فعل شوي. ما اوكي ماشي بس بدي افهمك كيف راح يكون الموضوع. حلو، ما تطلع عليه. تمام. اذا لمسك اعمل حالك نقزت انه شبح. تمام بيبي. كمل حاول ما تضحك كمان. انا بقدرش، انا حكي بقدرش. المهم اسمع، خلي في بالك انه فعلا هو مختفي. اذا خلينا في بالنا انه هو فعلا مختفي وانا خايف يختفي عن جد. تخيل. شو انا راح، انا جايب معي ورقه كاتب عليها كتموتو يا حلو يا بطه. كيف بده يختفي؟ هي بس استنى حموده مش تخبص. لا توكل معنا محاوله واحده بس. والله العظيم اذا المحاوله محمد مروان. محمد مروان باشا باشا، كيف حالك حبيب القلب؟ شو اخبار حموده؟ منه لله اللي كان السبب. صحيح تمام، عشان ما تحكي انه انا بغش. في ناس بالكومنتات حكوا انه انا عشان اطول منك انت اكلت الضربه جامده، فانت بطلع لك ضربتين تعملهم ايمتى ما بدك. انبسط. محترم ولا مش محترم يا اخي؟ والله ما في زي، والله ما في. صفح بزبطه بالكرسي. شو بالكرسي محمد مروان؟ في شاي؟ تعملنا شاي؟ لا شيئين. انت قلت تعشي. لا سمح بالله عليك، انت تعشي عشان حموده. لا ولا حموده ولا زيف. راح محمد مروان راح يجيب لنا شاي. خذ صورني على السريع حموده. تلفونك ها؟ والله امسك شوي عبال ما اجيب ستاند الكاميرا. يلا جيب بدي احط ستاند الكاميرا هون عشان ناخذ ونعطي. عشان تطلع حلو على الكاميرا. تعال اقعد تعال. لازم ما تجيبش كرسي. تعال استنى ما نشوف كرسي كبير يا عم عشان ما يوقعش يدردم مننا. هو ناجي لازم نجيب كرسي متين عشان ناجي يقعد عليه. وجينا جبنا العريس وجينا. طل الكاميرا هون يا معلم. اليوم محمد مروان بدنا نعمل اشي حلو. تفضل. رح نعمل سحر. بلشت المصايب. سحر هيك خفيف. سحر الاختفاء سامع فيه؟ لا. الك مصلحة تجرب؟ عادي يا كبير بنجرب، ما هو كله عندك كل مصايب كلها. والله قدها. كمان بعد السحر بدنا نصور مقابلة شارع، لك مصلحة؟ عادي إلي مصلحة يا كبير. لو سمحت. تمام، الآن أنا راح أحط عليك هذا الشرشف السحري. وراح أقرأ سحر وراح تختفي، بس ما تخاف أنا موجود. ما هو المشكلة إنك موجود. لا ما تخاف. محمد مروان راح. لا تتحرك لو سمحت. الشرشف ده لونه مش عجيب، حتى الواحد بنفسجي. خلاص بس شو بنفسجي، لازم يكون الشرشف السحري. شو كوكو كوكو كتموتو يا حلوه يا بابا. بلوم 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 بلوم.
كين كونا تونا تونا كونا بيبسي كولا سيفن اب واختك حولا ما بتنحبوه. بس يا كبير ايش معلم حمودي؟ محمد الحمودي بدوش يتدخل. انا وهي زي ما انتم شايفين اوفيت بالوعد. هلا بطل هبل هبل. ما تنسى تعطينا لايك وشير وسبسكرايب. يعطيكم العافيه. ايه ده ما حدش يطلع علي. هلا كيف نرجعه؟ محمد مروان سامعنا؟ يا زلمه شو مالك انت؟ هي بلا هبل يا زلمه. بلا هبل يا محمد مروان. زي ما بدك نسيت ايش؟ سامعنا؟ بلا هبل يا. اذا انت سامعنا حرك الكرسي. يا زلمه هاي اللي حركوا اي نار حركوا يما يما حرك الكرسي كمان مرة حرك الكرسي كمان مرة مش شايفه الكرسي هاي يي يي شنو شنو يي وينك حمود يا زلمة هي 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 والله حسيت فيه والله حسيت فيه قسما بالله حسيت فيه محمد مروان انت بعدك على الكرسي صورني 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 حمودي هيني قنبو يا زلمه هيني قنبو يا هبل انت بلا هبل اشوف بالله الصوره شو وينه وينه هذا كيف نرجع والله اي والله حاس فيه والله والله حاس فيه شو اللي حاس فيه انت وياه شو اللي حاس فيه انت وياه شو اللي حس فيه؟ والله كنا عم نضربنا محمد مروان شو هذا؟ محمد خليك قاعد محلك بس شو هذا يا زلمه؟ ناقي بلا هبل حموده حموده بلا هبل شو هذا؟ مروان 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 مين يا عم انت وهو يا عم استنى محمد مروان ارجع اقعد على الكرسي محمد مروان شو اللي على الكرسي كرسي اهو يا عم اقعد لنا حط على دماغك يا عم والله الكرسي عم يطير مروح انا مروح محمد مروان اذا تعال يا عم مروح فين محمد مروان اذا عم تسمعني اقعد على الكرسي استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله قعدت على الكرسي لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت يا عم ما تدهنيش يا عم كده يا عم محمد مروان سامعني ما تضرب بدي ارجعك رجع اقعد على انت برجعني يا عم حسيت فيه والله انت برجعني يا عم حسيت فيه ناجي بلا هش توك 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 هش توك 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 ما رجعش ما رجعش صورك صور عشان يبقى صورني يا عم صورني ما تخافش هيا كده وي كده انت قول لي بقى انت قول طلع خايف بس حلو المقلب اه حلو المقلب المقلب ما تعدوش معاه تاني يا عم الهزارات الاختفاءات واللي انت بالشعوذة بتاعتك دي مش علي والله حبيبي محمد مروان خلص حبيب الشعب محمد مروان ايش الصورة هاي مش صورة هاد فيديو والله طيب اقعد مؤدب خفت؟ والله خفت؟ اه والله خفت يعني انت في اجت عليك فترة هيك انك صدقت الموضوع؟ اه طبعا يا زلمة انت بتحكي المشكلة انا سبتها بس الصورة رائعة الصورة رائعة كانت معكم الكاميرا الخفية شباب راح احط لكم سنابات محمد مروان وحمودة تحت ضيفوهم ما تقصروا معاهم واكتبوا بالتعليقات انه بدنا محمد مروان يرجع على القناة حبيب القلب حبيبنا محمد اعطينا واحد لايك اعطينا واحد لايك واحد لايك والله فرجيني اياه صح زي اللي مضيع امه يلا سلام شباب عدل لي واحد اثنين ثلاث مبين شباب؟ لا لا بالمرة نجي لا مش مبين بالمرة يلا يلا هالمرة عدل لي مزبوط بس طب خلاص انا اللي بعدل لك انا بعدل لك يلا واحد واحد اثنين ثلاث ودي ايه؟ كنت مبين؟ لا انت ما كنتش مبين صح بس الجن اللي معاك ضعيف انتاجه سيء مغطي الراس